خذ كروس سكشن باللارنكس، حيطلع لي اللارنكس عبارة عن تيوب، ورا التيوب الاخ اللي هو حاضن اللارنكس اللي هو الفارنكس، هذا كل شيء يهمني، بحيث الفارنكس بيلاترال وبوستيرال، بينما اللارنكس عبارة عن تيوب. اللارنكس اذا ناخذها من برا فاحنا ناخذها من قبل، انها عبارة عن هايويد بون، هذا بي جريتر هون بي لسر هون بي بودي، هذا لسر هون وبي بودي، تخيلوا هيك، هذا من قدام، ومنها هاي شنو هذا؟ هاي ثايرويد نوتش، هذا مفروض الثايرويد كارتلج، هيجي، ورا اكو الكريكويد او هو ضبط اللي هو الارش اوف الكريكويد، هذا مفروض هاي اللارنكس، هايويد بون ثايرويد كارتلج كريكويد، بين الهايويد والثايرويد اكو ثايرو هايويد ممبرين، هذا عبارة عن ثايرو هايويد ممبرين، اكو هذا الاوبليك لام مال ثايرويد كارتلج، بين الكريكويد والثايرويد اكو كريكو ثايرويد ليجامنت بالميد لاين، هذا كريكو ثايرويد ليجامنت، وهذا ثايرو هايويد، هذا كله ممبرين، ماشي هنا؟ شو يبقى؟ يبقى المصلات. اكو هاي المصلاي اللي هي شو اسمها؟ اسمها ثايروهايويد مصل. بين على الممبرين طالعة من الاوبليك لما ما ثايرويد راح الهايويد. وهنا اكو مصلاي صغيرة اللي هي اسمها هاي بين الثايرويد والهايويد اسمها ثايروهايويد مصل. هاي بين الكريكويد والثايرويد اسمها كريكو ثايرويد مصل. اللي هي هيك شكلها. هاي كريكو ثايرويد. هاي كريكو ثايرويد مصل من الجهتين. وهاي ثايروهايد حتى تصير كاملة. هذا من برا. ايش عندنا شغلات موجودة؟ اكو تمن نيرفات اكو هنا مهمة. خلنا نفرض هذا اللي هو السوبيريال لارنجال نيرف برانش من الفيغاس ينقسم انترنال يفوت بالثايرو هايد ممبرين، واكسترنال لارنجال نيرف المفروض ينتهي بالكريكو ثايرويد. واكو ارتريات وياها اللي هو سوبيريال ثايرويد ارتري، هذا اللي ينزل جوه يعطينا سوبيريال لارنجال ارتري يفوت ويا الانترنال لارنجال نيرف بالثايرو هايد ممبرين. بعد ايش عندنا هنا؟ اكو هنا استيرنو ثايرويد مصل قلناها قبل، اكو هنا تهمني اللي هي انفير كونستركتر، هم راجع لي ورا انفير كونستركتر، هاي ثايرو فرنجيس وهاي طالع من الكريكويد في كريكو فرنجيس، هاي انفير كونستركتر. هذا اللارنكس من برا. من الداخل اللارنكس ايش حتكون؟ هذا بعدنا احنا همين عن موضوع اللارنكس. ارجع للرسم اللي رسمناه قبل شويه، قلنا اللارنكس عباره عن تيوب واكو فد شي حيطه اللي هو الفارنكس. ثلاث مواضيع باللارنكس ناخذها اساسيه، واحده منها اسمها الانلت اوف لارنكس يعني مدخل اللارنكس. اريد اشوف الانلت مال لارنكس شلون شكله. يطلع شكله عباره عن فد شي اللي قدام هذا كارتليج اللي هو لو كامله هيك شكله مثل الركت عبالك اللي شو اسمه ابيغلوتس. وهذا فد فولد يرجع لي ورا هنا اكو بركون فد كارتليج همين لاخ هيجي، هذا همين نفس القصة همين هنا هذا كارتليج لاخ، هذا شو اسمه هذا اري، سامعين باحد اسمه اري، بس هذا اريتينويد، هذا اريتينويد كارتليج، هذا ابيغلوتس او ابيغلوتيك كارتليج. اريتينويد شلون اعرفه؟ هذا الركن اللي هنا هو الاريتينويد، هذا بيناتهم اسمه انتر ارتينويد نوتش، هذا انتر ارتينويد فولد، واذا قشطه الفولد حتطلع مصلايه اسمها انتر ارتينويد مصل بها هوريزنتال فايبر وبها اوبليك فايبر، شكلها ما ينسي انتر ارتينويد مصل او ارتينويدس. صارت ابيجلوتس اللي قدام، ارتينويد كارتليج، انتر ارتينويد نوتش، انتر ارتينويد فولد اللي هو مغطى بميوكس ممبرين، اذا قشطنا طلعت المصلايه الحمراء فحتكون انتر ارتينويد مصل او ارتينويدس بها هوريزنتال وبها اوبليك فايبر، هذني الصائرات.